Il y a donc un véritable processus d'annexion de la partie est, d'absorption de la partie est qui est en marche. يعني وضع صعب. بدعوا انه في دولة ديمقراطية دولة عنصرية.
Ja, nicht schweigen. Ich habe schon ein bisschen
زيد كنا 40 هنا صورة على الهواء. أعطيهم صورة على الهواء. Ah,
אל תשאר אותו, שתלך לשם כל הצלמים בפנים אתה גם או שתעמוד אחורה או פה, אתה לא עומד פה בסדר? אחורה צריך ללמוד עברית בסדר, שילך אחורה כמה צלמים לא בגב לא בגב שתלך איפה שצלמים? עמוד שתלך איפה שעומד? واللافتات ومنعتهم منها باعتقال عدد من الشبان Yeah, because I need to جاب والله في خلص روحت العالم هلا من فوق يلا وين عم نروح صالونا يلا دقيقه واحده بس ناخذ مقابلتين وخلص طيب خلص عم اعطيها العميل خليها معه اياها هلا بدي اخذ كاميرتي منه كاميرتي معه فاضي معه ولايك ومايك
يلا جينا على جوا يا ربي احلى يوم اكبر. استنى استنى رأينا في البداية كيف تطلع هي الوجوه على المظاهرين
كيف منعونا من وضع العلاقة الفلسطينية من وضع السلوكيات الفلسطينية. هذا يدل طبعا على يعني على هذا الغضب الموجود والنزاع. هذا الغضب الواسع الذي أتى إلى هنا ليعبر عن الصوت الفلسطيني النقي والواضح. رأينا العنف الذي استعملوه ضد الشباب ضد الشباب، ولكن نحن مقبولين أين أتينا لنسمع صوت العالم. نحن وسائل إعلام بفعل العالم التي سمع عنها مقول أنها حق الفلسطيني لم يضيع، وأن هذه العنوان الدولي والمدرسة الإسلامية الإسرائيلية لن تضر، وأن هناك من سيحدث عن الشعب الفلسطيني. أيضا قوات الإسلام قامت بالطمع على الزواج، أيضا المستوطنين قاموا هنا بالاعتداء على طبعا الحرب على العلم الإسلامي بين حشود الفلسطينيين. إذا الآن كنا كذلك كيف كان رد فعل؟ نعم، هذا التصعيد واضح بالإضافة إلى عمليات قتلنا المستمرة. الآن تعانينا في قطاع غزة وسقوط هناك عشرات الشهداء. هذا يدل أن افتتاح السفارة الأمريكية هنا يأتي بمن سياق وهو سياق مصير صباح فرق قدر واقع على الشعب الفلسطيني. حاول بفرق ما يسمى صفقة الأسلام التي تسعى إلى عداد الشعب الفلسطيني وكاعه، وهنا أهمية هذا تولد الشعب في هذه القصة الحساسة. لنقول أن الحكومة الفلسطينية لم يحلها، وأنها سوف تتصدى وأنها سوف تقاوم، وأنه لا يمكن السكوت على مثل هذه المخططات. يعطيك العافية سعيد. هذا الصوت سوف يتواصل، وما رأيناه في مسافة حدود هي على الاخر فيش ولا ولا حدا، يعني هاي حتى اغلبية الصحفيين عملهم كمان بطلع بالضبط، يعني حتى هاي في سيارة سمجية طلع. طيب شوف هلا اشوف التعبد، اذا هاي مثلا نقدر نطفيها نص ساعه بضلني نص ساعه في المكان، في شيء شيء بطلع، اذا في شيء بضلني كمان يعني خلص تمام. ولا الله يعافيك يا ثم في أكم من صورة عم كثمر ما صورتش كثيرا لا اسمع سعيد خطي قرانت هذه بورتري تذكر شوية أول مرة بتقعد معه. بس ما بفهم. من؟ طالع لايف. دير بالك سعيد طالع طالع بس وين تحت سعيد تحت Thank you.
سيدي امتى طالع؟ كنت تقريبا نص ساعة بالكتير. طب تحكي معي اللي تروح؟ انت مره انا بدي اروح غادة اشرب لي مية. طيب مرنين اسمع فيه بدي ادبر اذا في حدا معه مش قادر يا زلمة خلص خلص طويل مستحيل مخبينا شيء او ما لكن يا ماما عبد احطها اوف ولا كيف؟ ولا اخليها شغاله ولا كيف؟ طيب مش مشكله ما هي هيها فاضية خلاص فيش أي مشكلة على عبير طيب خلينا اشوف من عند الصفار كيلو ودرايفر بالزاوية كيف جاني بيثبت روح بسرعة ارجعي هيا قدام يلا بدهم صورة من هنا بس الترايبك بيتفكر شو مشكلة؟ بخليها خلي بس استنى شو؟ لا 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 لا